نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد من أجل مجموعة قليلة يسقط واحدة، والشعب هو الذي يحكم. ليس هناك التسعات الأربع أو التسعات الخمس التي نعرفها في بلادنا، 99.99%. ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. يقول رجل كان يتكلم عن انتخابات في إحدى الدول، وذكر أن رجلا حصل على نسبة 99%، ثم قال معلقا: لو أن الله عرض نفسه على الناس لما أخذ هذه النسبة. أعوذ بالله، هذا يجب عليه أن يتوب، يتوب من هذا وإلا فأخطه المرتد. هذا يجب عليه أن يتوب، يتوب من هذا وإلا فأخطه المرتد. هي الحقيقية. أنا كثيرا ما قلت في برامجي من سنوات عديدة، قلت أنا أفضل وأوثر تحقيق الحرية على مجرد تطبيق الشريعة. وذلك أنا قلت للمسلمة إنك تاخدي تلبسي الشرب بتاعك أو الخمار أو الحجاب كما يسمونه، وتذهب إلى الناس قبل عندي باب المدرسة، اخلعي الخمار وادخلي وخذي حصصك، وإلا نجهل يعني بناتنا حصص الرياضة. يعني إذا كانت الرياضة هترسب بسبب الرياضة، تدخل رياضة يعني وتلبس آخر ما يمكن لبسه، يعني إذا كان يعني يمكن أنها تغطي صدرها تغطي إذا ما فيش يعني. نقدم عزاءنا في هذا البابا الذي كان له مواقف تذكر وتشكر. لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب. الأمة هي مع الشريعة. الخميني رحمه الله. يوسف الخضاوي دراسته أزهرية وليست دراسته منهجية على الكتاب والسنة، وهو يفتي الناس بفتاوى تخالف الشريعة، وله فلسفة خطيرة جدا.